السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه kitchenplanner.net، ده بيخليني أصمم المطبخ بتاعي أونلاين بكل سهولة. أول حاجة بعملها إن أنا بحدد وحدات القياس اللي أنا هشتغل عليها بالشكل دوت، وممكن تبدأ تقول له الشكل الغرفة اللي أنت عايزها، ممكن مثلا تبقى ريكتانجل مثلا بالشكل دوت، أو على شكل L أو على الشكل دوت، وبعد كده تبدأ تغير أنت في المقاسات بالشكل دوت أهو. تقدر تحدد برضو من خلال انك تكتب الارقام هنا، تقدر تعمل روتيت للشكل لو انت حابب، وبعد كده تبدا تشوف الفرنتشر بتاعتك اهوت. تقدر تضيف بقى الاجزاء ديت، ممكن تحطها هنا مثلا، ممكن تعمل واحد تاني مثلا جنبها هنا، ممكن تعمل لها روتيت. بالشكل دوت مثلا، ودي برضو كذلك. وتبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تضيفها. طبعا عندك كمية كبيرة جدا، تقدر تضيف وول مثلا، هيت وول يونت، تقدر تضيف ابلكيشن معين، تقدر تختار اللي انت عايزه. بيجيب لك اول مكتبة اللي انت عايزها، وانت تبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تضيفها. هتلاقي عندك الديزاين اهوت، تبدأ تشوف الحاجة بالشكل دوت، فتقدر تشوفها في 3D وتقدر تعدل فيها لو انت حابب، تقدر تغير السيلينج. تقدر تغير الفلور نفسه، تقدر بعد كده ان انت تسيف الشغل بتاعك لو انت حابب تحمله عندك، تبعته لك على الايميل اهوت. وتقدر كمان تشوفه في الفي ار لو انت عندك النظاره، فتقدر تشوف كانك جوه المبنى دوت، وتقدر تشوف ممكن لو معاك الموبايل تبدا تشوف العلامه ديت من خلال الكاميرا، فيبدا يحمله لك وتقدر تشتغل عليه.